أكيد سالي، ورح نحكي كمان عن الأطفال وحديثي الولادة وخاصة بالعيد صحتهم، كيف كمان فينا نتجنب الأمراض قدر المستطاع والإسعافات الصحيحة ضمن وصفات الأطباء المختصين. لهيك رح نحكي مع التفاصيل مع الدكتور محمد وائل شحادي، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة وماجستير بأمراض الكلى لدى الأطفال. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يا ميدا، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، يعني أول شيء كل عام وأنت بخير، يوم وقفة العيد جميعا والمشاهدين ألف خير إن شاء الله يا رب، هيك على جميع المحافظات السورية وعلى شعب سوريا. خلينا نفوت هلأ هيك بالأمراض الكلى، يمكن هلأ كتير في معاناة نتيجة ما بعرف يمكن المي أو شيء، عم نشوف شوي هيك في معاناة الكلاوي مثل ما بيقولوا الرمل القصص هدول. هلا خلينا نحن نتوجه للطفل يلي هو حديث الولاده، يعني اذا بلشت مع الطفل كيف بتبلش معه؟ كيف بيلاحظها الاهل؟ هلا بحديثي الولاده اعراض الكليه غالبا حتكون هي وزمات، يعني الطفل حنشوف انه وزم منفخ، الاهل حيلاحظوا هذا الشيء، بالاضافه انه حنلاحظ مثلا انه قله كميه البول او زياده كميه البول. نعم. ان كان زياده او نقص بكميه البول فهي ممكن تدل على اضطراب كلوي عند الطفل. نعم. مع الوزمات، بالاضافه طبعا ممكن نلاقي نقاط على الاجرين على الايدين، اضطرابات الصفيحات، هذا الشيء حسب كل حاله. نعم، طب خبرنا اليوم كان سالي ارتفاع درجات الحراره وموجات الحر اللي هلا اجت بهالكم يوم، يعني كمان بتاثر سلبا على الاطفال اللي بيطلعون اهليهم بوقت الذروه، خبرنا شو ممكن تاثر عليهم سلبا وخاصه الامراض الشائعه هلا من ارتفاع درجات الحراره. تمام، هلا بصراحه نحن حاليا اللي عم نشوفه كثير عند الاطفال هي الانهاك الحراري، ضربه الشمس، اعراض المسابح والحساسيه بتصير من المسبح، خروج الاطفال فتره الذروه الحراريه هلا، يعني يطلعوا من الساعه 12 او 1 يلعبوا الاولاد، نحن بنفضل دائما يكون بعدين بالليل يعني على 5 6 يكون غابت الشمس تقريبا. مو وقت الذروه ايه وقت الذروه طبعا هذا الشيء حيعرضهم للانهاك الحراري، حيعرضهم لموضوع ضربه الشمس، خصوصا الطفل هو اساسا عم يلعب، عم بيجي ما يشرب كميه المي الكافيه اللي بده اياها، بيجي ما ينقي كميه السوائل اللي هو بيرغبها او اللي هو بحاجتها بصراحه، فهذا الشيء حيأثر سلبا على موضوع الجفاف عنده والتوازن المائي. نعم تمام دكتور، ايضا خلينا نحكي هلا الاطفال بالعيد زينب وين في عربايه؟ تمام شوفوا الاكل اللي بياكلوه. تمام تمام، الطعام المكشوف يعني خاصه يلي مسترقع عن اهله، يعني بيروحوا على اساس بدهم يشتروا بكونوا عم ياكلوا من الطعام المكشوف، قد كمان ممكن يسبب جراثيم بكتيريا وايضا ممكن يعمل التهابات يعني بالامعاء بالمجاري هدول القصص. اكيد طبعا، هذا موسم العيد، احنا الطفل بقى صار ياخذ خرجيته هو راح يشتري، يعني اول كان نحن نتحكم نحن نشتري له فهلا صار هو يروح يشتري بنفسه، فما بنعرف بقى شو عم يجيب، بنفس الوقت مو معناته نحن نمنع من اعيادي الاولاد يعني مشان الفرحه وبهجه العيد. أكيد. بس ناكد عليه انه الطعام المكشوف، الحلويات المكشوفه، يعني انا مؤاخذه شوي صار الذباب موجود، الغبره موجوده شوي كثير، ايه ف يعني صار كثير انه الاكل معرض للتلوث، اذا بدنا نشتري شيء فضل نشتري نحن ونخليه ببيتنا. نعم. هو نازل ولد نعطيه مثلا بسكوت كيس شيبس بضل هالمغلف يعني وما فيه لمس ايدي فاضمن يعني. صحيح. نعم، طب خبرنا اليوم كمان بالاعياد كثير بتكثر الالعاب الملاهي هي القصص، الحوادث الناتجه عن بعض الالعاب اليوم كمان كيف الاهل فيهم يعملوا اسعافات اوليه او حتى مثلا بيكونوا مرافقين لاولادهم؟ تماما، هلا احنا بصراحه هون بتوقع حاليا صار صدر قرار من المحافظه انه تمنع ساحات اللعب بالنسبه لهذا العيد، يعني هو بصراحه شغله ايجابيه وسلبيه، سلبيه انه الاولاد راحوا شوي من بهجه العيد، ايجابيه انه نحمي اطفالنا من الحوادث اللي صارت يعني. نعم. المراجيح استعمالها بارتفاع شاهق، زحليطات، التدافع بين الاولاد، كان احيانا يساووا احصنا بفتره العيد، كمان الحصان ممكن يعمل حوادث عند الطفل، ممكن ما يتحكم فيه الطفل يسقط. نعم. من على ظهره، فهي الاسباب كلها عملت حوادث عند الاطفال، دائما بنشجع انه الولد ما يروح العيد لحاله، يا يروح معه حدا كبير امه او ابوه، يا اما يكون ضمن مدرسه. نعم. او نزهه مشتركه، اما الطفل يروح لحاله على العاب العيد
ما بنعرف شو ممكن يصير. اكيد صحيح. يمكن دائما نحن هلا نحن مقبلين على العيد ان شاء الله كل عام هيك والجميع بالف خير وان شاء الله سلامه للاطفال، يعني بيتعرضوا الاطفال مثل ما قالت زينب اذا راحوا بوقت الذروه لضربات الشمس، اذا راحوا اشتروا اكلات وايضا في الالعاب. بدنا هيك شويه نصائح للاهالي الاطفال لانه بدهم يعيدوا ما في مجال ما عندهم نصائح، فنحن بننصح الاهل توجهوا للاطفال انه لا كمان ما فيني كنه كثير يعني عن جد نحن بنعرف بفتره العيد هي فرحتنا يعني كانت فبدهم يطلعوا، بس في نصائح معينه وضوابط كيف فينا نحن نوصلها للاهل؟ لا اول شيء مثل ما حكينا انه اهم شيء الاهل يكونوا هن برفقه اولادهم، يعني دائما عم يكون السيران وبكون اهل معهم اولاد، السيران للاولاد بالنهايه مو يعني الاهل بصراحه ما حيكونوا بسيران مع انه والله هن عم يتسيرون دور الاولاد يعني حضلوا الضوء قاعدين ورا الولد، فبصراحه لازم يكون في مرافقه لهذا الطفل لانه هن بالنهايه الاعياد لهم يعني نرافقهم ننتبه لالعابهم اللي عم يلعبوها، ما نشتري العاب ممكن تعرضهم للخطا مثل مسدسات الخردق او الالعاب اللي هي القذائف اليدويه. نعم. ممكن انه نامن لهم الجو المناسب للعب ضمن نشاطات منزليه او نشاطات مع رفقاتهم بالبيت. نعم. اللي احسن نساويها نمنع الاطعمه المكشوفه، نعتمد على الحلويات اللي بنساويها بقلب البيت، طبعا حلو العيد يعني بجوز اليوم ما كل اسره قدران تساويه يعني، بس لا حبذا يكون البرازق الغريبه المعمول، هي اكلات بنساويها بالبيت وبيرغب الطفل يعني. نعم. وهي من طقوس العيد يعني، في كثير اطفال متعودين انه هذا هو اكل العيد يعني. طيب دكتور نعم عفوا بدك تكمل شيء؟ لا فانه بالنسبه لهذا موضوع اكلات العيد نهتموا فيها اكثر من هيك ويكون هو هي الطقوس الرئيسيه، ما نلجأ للاكلات من برا. نعم. نعم دكتور يعني خبرنا عن اهم الادويه اللي لازم تكون موجوده خلال فتره العيد عند كل ام سوريه لاطفالها، لانه بنعرف فتره العيد احيانا بيكون بعض الصيدليات بعيده المنوبه عننا. سؤال حلو كثير لانه هلا فعلا نحن حنكون بعطله فما حنلاقي الصيدليات اللي بدنا اياها، يفضل بعض الادويه نحتفظ فيها من قبل ما يجي العيد، ممكن الام باستشاره طبيبها عبر الهاتف او تواصلت معه، خافضات حراره لازم تكون معنا، مضادات اغشاء لازم تكون معنا، مطهرات معويه كمان هي لازم تكون موجوده، مية الاملاح مشان اذا تعرضنا للجفاف او الشوب يكون موجوده. نعم نعم يعني دكتور ايضا يمكن مع هالنصائح خلينا نحن نحكي كمان هيك شغله كثير مهمه، هلا فتره الصيف ايضا البوظه عم نشوف الاطفال مقبلين على اكل الايس البوظه الشغلات البارده ايضا قديش مهم انه ياخذوها من محل او تكون كمان مغلفه يشوفوا التاريخ تبعها ما يعرضوا اهلهم فتره العيد بدل ما يروحوا يعيدوا ياخذون على المشافي، فقديش مهم ايضا كمان هلا بالصيف مشان البوظه نبه. هلا بصراحة نحن موضوع البوظة عندنا عدة مشاكل معه، البوظة أول شيء المكشوفة طبعا هي قطعة ممنوعة يعني ممنوع نقرب على أي بوظة مكشوفة للأطفال تماما. السلاش هو عم نعاني منه أكثر من البوظة هو السلاش، لأن السلاش غالبا عم يكون مكشوف بدون حلة كبيرة عم يساووها، فهذا عم يكون كثير معرضة للتلوث. في عندنا نوع ثاني من البوظة المغلفة اللي هي بتيجي مغلفة، هي طبعا ما فيها جراثيم مفروض يعني فهي محفوظة معقمة. مشكلتنا معها هي ضمن قطاع التيار الكهربائي، فهي البوظة عم تجمد ترجع صح ترجع تجمد، هذا الشيء عم يعرضها لموضوع الالتهابات المعوية عند الأطفال، بالإضافة إنه موضوع تناول السكريات بشكل مفرط من قبل الطفل يعني هذا الشيء ما بيخلي شوكولا ما بياكل، فله تأثيرات بعيدة المدى، له تأثيرات على وزنه بالمستقبل، على موضوع السكري عند الأطفال بعمر مبكر، فنحن كلنا شغلات بنحاول نبعد عنها يعني. نعم. ما بدنا نكتر حلويات على الطفل بالرغم انه هو بيحبها، نعمل فيها اكلات ثانيه لذيذه وجيده وممكن يستفاد منها بشكل في جاتويات بالبيت بتتساوى يمكن هي قليله السكر شوي يمكن اذا فينا نعطيها للطفل. الجاتو بالبيت الام ممكن تتحكم كميه السكر تماما بنتحكم فيه غالبا مصنعه، فهن البيتي فورات والعجوه وهدول نعم. بيحطوا كميه سكر كبيره مشان يرغب الطفل مشان ياخذها، فهو حيكتروا له السكر فيها، فعشان هيك موضوع تاريخ صلاحيه الطفل ما راح ينتبه له اكيد يعني انه ما حيخطر الاهل، خلينا نقول الاهل يعني وهو الامل لك تكون الولد نازل لحاله فما حدا حيشوفه شو اكل، عشان هيك نحن بنشجع دائما الولد يكون مع اهله. نعم دكتور يعني بنشكرك على كل المعلومات وان شاء الله كل عام وانت بخير، وايضا بنتمنى كمان الصحه والسلامه لكل اطفالنا، شكرا لوجودك معنا. شكرا لحضرتك، اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير جميعا. كل عام وانت بخير دكتور، عائلتك هيك ان شاء الله يعني ما بيصيب حدا شيء، سلامه لاطفالنا ولكل الناس ان شاء الله، الله لا يضر حدا وخاصه بفتره العيد ان شاء الله هيك تكون بهجه وخير وفرح لقلوب العالم.